في هذا اليوم نسلم بفرح الكنيسة لقداسته، وإن كان الرب قد استخدمنا في الفترة الماضية لكي ما نتحمل مسؤولية العمل. بصلواتكم وأصوامكم ومؤازرتكم الرب صنع معنا عظائم كثيرة إلى أن أتى بنا إلى هذا اليوم المبارك. يا أحبائي، إن كنا تسلمنا مسؤولية الكنيسة إلا أننا نرجع إلى إبرشيتنا صغاراً تحت أقدام قداسة أبينا الحبيب. أقولها من قلبي، سأصير له ابنا. وخادما تحت قدميه. ونحن كلنا في المجمع المقدس نؤمن بالأبوة الروحية. ليس هناك صراع على السلطة في كنيستنا. نحن أبناء ماري مرقس والبطاركة الكثيرين الذين انتهوا بالبابا شنودة. تعلمنا منهم الاتضاع، تعلمنا منهم الانسحاق، تعلمنا منهم خدمة غسل الأرجل. فنحن لا نهدف إلا لمجد ربنا يسوع المسيح وخدمة وطننا.